زميلنا في قناه النادي الاهلي، مراسل قناه الاهلي اللي كان موجود النهارده طبعا في التدريب الصباحي على استاد مختار التتش. مساء الخير عليك يا شريف. مساء الخير عليك شيماء وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. عايز طبعا اطمن منك على الروح المعنويه لفريق النادي الاهلي، لطبعا الجهاز الفني والاداري واللعيبه عاملين ازاي، وعايز اعرف برضو منك اهم كواليس التدريب النهارده. يمكن لو اتكلمت الاول عن الروح المعنويه في النادي الاهلي من اول البوابه الى ملعب الكره، الكل متفائل، الكل عنده تفاؤل شديد على العوده من تونس بكاس افريقيا للمره التاسعه في تاريخ النادي. يمكن اللاعبين ادوا التمرين بكل حماس وبكل قوه، الالتحامات قويه جدا، الكل عاوز يشارك في هذا الحدث العظيم اللي ما بيتكررش كتير، الكل عاوز يعمل انجاز النادي وطبعا انجاز شخصي للاعبين. يمكن التمرين بدا في 9:30 صباحا، كان في قبليه يمكن محاضره سريعه من الجهاز الفني بقاده مستر كارتيرون والكابتن محمد يوسف وباقي الجهاز. يمكن كان في اطالات بعد هذا الاجتماع السريع، وبعد الاطالات بدا مستر كارتيرون يركز على التشكيله اللي هيلعب بيها في تقسيمه صغيره في وسط الملعب. يمكن التقسيمه كانت تخصصيه اكثر منها، كل شويه كان وقف التقسيمه ويصلح الاخطاء، اخطاء المدافعين، اخطاء المهاجمين، اخطاء وسط الملعب. يمكن وقف التقسيمه كثيره جدا، وفي الاخر ختم هذه التقسيمه صغيره بتقسيمه كبيره جدا تشبه المباراه، واشتغل عليها كثير جدا، ويمكن نال نصيب الاسد من التعليمات الكثيره. يمكن اللاعب محمد هاني ان كان على طول اول باول في تعليمات، خط الدفاع كان اول باول في تعليمات، وبعد التقسيمه الكبيره كان في التمرين على الكور الثابته، ضربات ركنيه، فوريات النادي الاهلي، ثم اختتم بفقره بضربات الجزاء تالق فيها بشده الحراس الثلاثه شناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي. يمكن ما زال تاهيل هشام محمد مستمر واحمد فتحي مستمر. يمكن هشام محمد اتاهل في ارض الملعب مع جاي، الحاله تتحسن يوم بعد اليوم، ولكن طبعا هشام محمد مش هيسافر مع الفريق. احمد فتحي يمكن عمل تدريبات في الجيم ثم اتجه لتاني يوم على التوالي في حمام السباحه، وادرى تدريبات في حمام السباحه، ولكن طبعا زي ما توقعت بالامس ان هو برده مش هيسافر مع الفريق. يمكن تدريبات مش هيسافر مع الفريق، يعني مش احمد فتحي مش منضم مع القائمه المسافره يعني. لكن هيسافر، دي حاجه بقى ثانيه. مؤمن اعلن ان هو هيسافر، احمد فتحي اعلن ان هو هيسافر، دي حاجه ثانيه، لكن انا بتكلم على البعثه الرسميه ال 22 لاعب اللي ليهم دور في هذه المباراه يعني. اكيد. طيب انا عايز اعرف منك اكتر عن تفاصيل السفر بكره، امتى هيكون التجمع، هيتقابلوا فين في النادي الاهلي، هيروحوا على طول على المطار وهيتجهوا بقى ان شاء الله على تونس، ايه اللي هيحصل؟ يمكن الطياره الساعه الثامنه والربع الصبح، الساعه الثامنه والربع صباحا. يمكن التجمع الساعه 6 وربع، اللي عاوز يروح على المطار مسموح له يروح على طول، اللي عاوز يجي النادي الاهلي مسموح له، يعني الخيارين موجودين مع التنسيق مع الجهاز الاداري اللي بيستعيد حاجه للظروف. يمكن الناس تشتغل كل احترافيه شديده جدا، في معظم السفرات اللي فاتت كله كان بيفضل انه يروح على المطار على طول. فالسفر هيكون طبعا بكره في صباح يمكن في تمرين غدا في تونس الثلاث والاربع تمرينتين زي ما الاهلي متعود، ويوم الخميس التمرين الرئيسيه، وباذن الله يوم الجمعه يكون مجهود اللاعبين ودعوات المصريين كلها يا رب ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله مره تسعه في تاريخه. بشكرك جدا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي اللي كان موجود النهارده في التدريب الصباحي على استاد مختار التتش.